كم بنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. يوم جيت وجبت لكم فيديو رائع في جلبات ديال الصيف اللي هما موديلات راقيه وحصريه كما كنعودكم دائما عند قبطان يسرى. هذه جلبه بلو جون، هانتوما غزاله كتحمق، خدمناها بلو فيغ و بلو لورونج ودرناها معها بليغام. البليغام البنات حتى هي راه للبيع بنفس اللوينات تقريبا. درنا ليها واحد الكميم اللي هو فلوغي ونشوفوا الظهر ديالها. هانتوما فريمون جلبه اللي هي راقيه ورائعه، لكم مخزنيه ما كتراسيش لا طاي، يعني كتلبسها الضعيفه والغليظه. ولا عجبكم هذا الموديل دوزو الموديل تابعو، واللي باقي ما دارتش البنات ابوني دير ابوني ولايك وتبارطاجي مع الاهل ومع الاصدقاء. ما تنساونيش من لي كومونتير زوين ديالكم اللي كيشجعوني وكيزيدوني اللي خلوني نبدع اكثر فاكثر. هانتوما شوفوا البلاغه كي دايره فريمون رائعه كتحمق. وندوزو الموديل تابعو البنات، شوفوا لي عاوتاني هاد الجلبه شحال جايه رائعه وكتحمق. هادي البنات جلبه سوسيه اللي كانت باقي ما شافتش لا فيديو اللي قبل من هاد لا فيديو تشوفها، راه فريمون راقين ورائعين ودي بيس اللي هما اونيك حصريين، موديلات حصريين وما كيتعاودوش. هادي علاش عاودتها البنات، حيت ما كاش درتها في الفير، هاني عاودتها لكم في الخضر ودرنا معها بليغه حتى هي في الخضيضر. هانتوما مطروزه حتى البلاغي البنات راه للبيع، وشي حاجه اللي ما دايرهاش نهائيا في السوق. فريمون موديلات اللي هما راقيين ورائعين كيف ما كنعودكم دائما على الجديد والحصري عند قفطان يسرى، ولو انني كنت عطلت عليكم شويه. المهم راكم عارفين مع مشاغل الحياه وصافي. ونتمنى يعجبكم هذا الموديل. هانتوما جلبه غزاله، هذه جلبه سوسيه بيغ بيغ على حقها وطريقها. الفصاله كما قلت لكم لا كوب مخزنيه كلبسه الضعيفه والغليظه. واللي بغات شي حاجه مرحبا والف مرحبا، تواصل معايا عبر الواتساب، كنديرو لايف غازون في المغرب كامل وخارج المغرب. الاثمنه جد مناسبه واللي ما شريت نزه. وندوز الموديل اللي تابعو، هانتوما عرفتو بلي غير في الخضيضر غنقرب لها باش تبان. هانتوما فريمون راه جلبه راقيه ورائعه زوينه زوينه، عرفتو راه الفيغ كيفاش عطى معايا كولور شي حاجه فريمون ديال واعره. البنات شوفوا لي عاوتاني هذا الموديل شحال جاي رائع وراقي. هادي البنات جلبه تاعي كتحمق تري شيك، جلبه عريضه في الصاله ديالها حتى هي رائعه. درنا ليها القدام كحل ودرنا ليها لي بانو بالفلوغي وكمامات بالفلوغي وواحد لو بتي بغوش هنايا في الصدر. هانتوما درنا ليها بليغه في النوار حتى هي مطروزه. فريمون جلبه اللي هي صيفيه ورائعه، شي حاجه اللي غزاله كتحمق ودارجه على لا طوندونس وما تلقاوهاش عند قفطان يسرى. هادي البنات لابسينها راه كتكونوا مرتاحين فيها، بحال الا لابسين اون بتي طوب نقدروا نخرجوا بها اولا نستقبلوا بها الضياف ديالنا، علاش لا. فريمون جلبه ديال الصيف 100% فريمون زوينه وراقيه. ما تنساوش البنات اللي باقي ما دارتش ابوني دير ابوني ولايك وتبارطاجي مع الاهل ومع الاصدقاء. ما تنساوش تابعوني على الانستغرام وعلى الفيسبوك وتخليوا لي التعليق الزوين ديالكم اللي كيشجعوني وكيخلوني نزيد نبدع ونبدع. والبنات اللي كتسولني كيفاش دوز لا كوموند ديالها، راه كنخلي لكم من نيميرو التليفون يا اما في اول تعليق اولا في صندوق الوصف. كتسكريني الموديل اللي عجبك وكتصيفط ليا كنقول لك لو بري ديالو، حيت كل موديل لو بري ديالو، وكنتفاهموا وكنصيفط لك حتى لباب دارك وتوصيل في الداخل وخارج المغرب. ونتمنى يعجبكم هذا الموديل وندوزو للموديل اللي تابعو. البنات شوفوا لي عاوتاني هذا الموديل شحال رائع وراقي فريمون. جلبه اللي هي شيك اوريجينال، هذه جلبه في الفيغ بحال الموديل اللي وريتكم قبيله في النوار، هي درناها في الفيغ ودرنا ليها لي بانو فلوغي في لوغوج. جات فريمون راقيه ورائعه. وهادو البنات راه جلبات دي كرياسيون ديالي، وكراكم عارفين لي كرياسيون ديالي اونيك ما كتلقاوهمش حتى في شي بلاصه اخرى. جلبات اللي هما فريمون راقيين كتكوني مرتاحه وانتي لابساهم. المهم جلبه راه داويه على راسها بوحدها، والتبره ما نقول لكمش كي مبرد مبرد غزال. ودرنا ليها حتى هي بليغه في لو فيغ، هانتوما البليغه تاع البنات حتى هما راه للبيع، جلبه للبيع والبليغه للبيع. وهادو تقدر تلبسهم حتى مع دي سونطال اولا مع دي باسكيت، زعما اللي خداتها راه هي غادي تعرف علاش تلبسها. شي حاجه اللي هي صيفيه وراقيه ورائعه، هانتو راه حمقاتني ولا كولور فريمون فنه فنه فنه. واللي بغاتها مرحبا والف مرحبا، تواصل معايا. واللي ما جا يتنزه، وما تنساوش تتابعني على انستغرام وعلى الفيسبوك. ودابا نحط لكم حتى الحساب ديالي على تيك توك، هكذا تشوفوا لي فيديو ولي موديل. وندوزو للموديل اللي تابعو.
بنات بنات شوفوا لي الجلبة تاعي شحال غزاله ورائعه كتحمق. هذه جلبه في النوار خدمناها بلوغوج ودرنا ليها الكميمات فلوري بلوغوج نوار ودرنا دي بوش كبار هكذا جايه غزاله فنه. درنا مع تاعي بليغا غير رائعه شوفوها من اللور واللور درنا لي هذاك التوييب الفلوري ها نتوما جات كتحمق كتحمق تاع جلبه براتيك البنات. هذه ديال الخريج ديال العراضه تعرضوا بها او بلا تخبوا بها الناس ديالنا فريمون كتجي زوينه كما كنقول لكم دائما جلباتي راهم براتيك ديال تو لي جور دي كرياسيون اللي هما اونيك يعني الموديلات ما كيتعاودوش الا عاودنا الموديل ما كنفوتوش فيه اربعه البياسات باش كتبقاي مميزه بالجلبه ديالك ما كيلبسها معاك حتى شي واحد اخر. ها نتوما كميمات سيفه بلديه فيها واحد لو بتي بغوش هنايا في الصدر فريمون جلبه ليا شيك اوريجينال. وندوزو الموديل تبعو البنات شوفوا لي عاوتاني هذا الموديل شحال تيحمق هاد الجلبه شحال غزاله وراقيه الكوبون ديالها هكا راه هكذا فلوري فريمون جايه زوينه. درنا لها الكميمات في الخضيدر والقبته هو غلفناها بالخضر والتحت درناها فيها هديبات ودرنا معها واحد البليغه اللي هي مطروزه. البليغه البنات كما قلت لكم بليغات راه للبيع وجلبات للبيع دوري نشوفوها تهادي توب هامبر تصيفي فريمون جلبه اللي هي زوينه وبراتيك كنقدروا نلبسوها سبور نقدروا نلبسوها كلاس نقدروا نلبسوها هكذا. حنا درناها مع بليغه نقدروا ديروها مع دي صندال اولا مع دي باسكيت. ها نتوما جايه فريمون راقيه ورائعه الفصاله كتلبسها ضعيفه والغليظه يعني جلبات اللي كتلبسيهم وانتي مرتاحه براتيك وخفافين ديال تو لي جور يعني شي حاجه اللي ما دايراش في السوق وما معوداش. وكما قلت لكم راه كاينه البياس هذه كتكون وحده ما كتعاودش ولا تعاود الموديل كيتعاود فيه ثلاثه حتى اربعه البياسات. وما تنساوش البنات اللي باقي ما دارتش ابوني دير ابوني ولايك وتبارطاجي مع الاهل ومع الاصدقاء. ما تنساونيش من التعليق الزوين ديالكم اللي كيشجعوني باش نبدع ونزيد نبدع. والبنات اللي مابونين وكينساو ما كيديروش الجرس فعلوا الجرس باش يبان لكم يطلع عندكم كل جديد. وشكرا بزاف على المتتبعات ديالي وعلى الكليانات ديالي وكاع الناس اللي كيقولوا في حقي اي كلمه زوينه كتفرحني وكتشجعني باش نزيد نبدع ونبدع. ونزل الموديل يتابعوا البنات شوفوا لي عاوتاني هاد الجلبه شحال جايه غزاله ورائعه كتحمق زوينه عرفتوا راه النواغ مع البلون جا غزال. ها نتوما خدمناها بواحد الخدمه بلديه اللي هي جايه راقيه ورائعه. درنا ليها واحد درنا لها لي مونش هكذا ها نتوما شوفوهم ودرنا الغابيل ديال لي مونش في الجلايل دوري نشوفوها. ها نتوما فريمون التوب راه مطلوق ومبرد وصيفي جلبه راقيه ورائعه الفصاله مخزانيه كيفما كنعودكم دائما كتلبسها الطويله والضعيفه ما كتراسيش لا الطاي. هذه البنات راه فيها بياسه وحده بياس اونيك اللي بغاتها مرحبا والف مرحبا تواصل معايا عبر الواتساب كنديروا لا ليفريزون في المغرب كامل وخارج المغرب. الناس اللي كيسولوني على كيفاش يدوز لا كوموند كتسكريني الموديل اللي عجبك في الواتساب كتصيفط لي وكنقول لك الثمن على الاسمنه مختلفه على حساب الموديل. وما تنساوش تتابعوني على انستغرام وعلى الفيسبوك. نتمنى تعجبكم هاد لا فيديو ديال اليوم كانت هذه اخر جلبه في هاد لا فيديو اخر موديل. نتمنى يعجبكم وشعرون دائما الجديد والحصري عند قفطان يسرى واللي ما شريت نزه. ونتلاقاو في لي كومونتير من دابا واحد شويه قولوا لي كيف جاكم هاد لا فيديو تاع اليوم واش عجبكم لي موديل. وهادشي اللي كان ما سخيت بكم وبسلام عليكم الى اللقاء ان شاء الله فيديو جديد. بسلام عليكم.